الاثنين 24 ابريل عام 1967، اليوم الاول في اسبوع الالام. في الكاتدرائية المرقصية الكبرى بالقاهرة يجتمع اساقفة الكنيسة القبطية الذين جاءوا من كل مكان من احاء مصر واثيوبيا والسودان حول قداسة البابا كيرلس السادس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ليحتفلوا باعداد الوشيجة الروحية التي تربطهم بعصور المسيحية الأولى أيام الرسل. إنها المرة السادسة بعد العشرين التي يعاد فيها إعداد هذا الميرون المقدس على مدى 20 قرنا من تاريخ الكنيسة القبطية. ودا قداسة البابا كيرلس السادس يحيط به رجال الإكليروس أثناء صنع الميرون المقدس. إن الفكر لا يذهب به بعيدا، يطوي القرون والأحقاب ليلتقي بسلفه العظيم مؤسس الكنيسة المصرية القديس الشهيد ماري مرقص. واليوم يكرر البابا كيرلس نفس الطقوس ويتلو نفس الصلوات وهو يعد الميرون المقدس لرعايا الكنيسة. كنيسته نصيبها من هذا الميرون المقدس ومضة من ومضات المسيح إلى أبنائه في مصر والحبشة والسودان وفي قلب القارة.